اليوم بنعرفكم على مشهور جديد طلع على الساحة خلال الأيام الماضية. تتوقعون وش لقبه؟ المطرود. أنت قريت السكريبت؟ ها؟ إيش لقبه؟ أنا ما ذكرت صراحة. ما ذكرت؟ لا. اسمه مطرود الحديقة. أوه مطرود الحديقة. معروف المشهور هذا معروف. هذا باختصار شاب انتشر له مقطع وهو في حديقة عامة مع أخوياه. والظاهر أنهم افترشوا بجنب عوائل. شوي إلا يتفاجأ الشاب برجل كبير في السن يطلب منه يغادر الحديقة مع أنه هو اللي كان موجود في المكان أول. ما شاء الله يا الأجواء، طالعين في الحديقة أنا والعيال. أرحب. سلام الرحمة يا مرحبا. خير رحمد الله. أبشر بأسعد. أبشر أسعد أبشر. لا بد أبشر. على خشمي أنت. طول عمرك مرة. ما تشوف العائلة تجي جنبهم. والله ما شفتهم جو قبسوك. بعدين أنت قدامهم. والله جين قبسوك. همشي همشي. هل من حقه يطلب من الشباب هذا الطلب؟ طبعا لا. طبعا لا. إيش بتكون ردة فعلك لو صار لك نفس الموقف؟ شوف. اللي صور المقطع هذا أو مطرود الحديقة هذا جداً محترم، جداً أخلاق وجداً تقبلها وهذا، وأيضاً اللي طلبوا أنه يقوم كان جاي بأسلوب مرة جيد. فأنا أتوقع لو العائلة جوه بأسلوب سيء كان رفض المصور. صحيح. لكن لأنه الآن كل الأمور جاية بحبية وبأدب ولباقة هذا، لكن الموضوع كله يا أخي غير منطقي. طب نفس الشيء أنت لما تنزل المول مو برضو في عوائل وفي شباب وفي ما في شيء اسمه هذا مكان عام، ما في شيء اسمه احنا وايل قوم. كان قاعد في بيتك. يس ما رغم انه هو جاي اول وجالس في هذا المكان. شوف هو عشان جالس والعائله جو برضو ممكن هم يبون خصوصيه، مع ان المكان الحديقه فاضي وواسع زي ما شفت، بس انه جاب اسلوب بشكل ودي فهذا الشيء خلاه عادي، يعني جدا عادي طبيعي. لو الاسلوب اختلف، الاسلوب هو كل شيء، لو اختلف الاسلوب هنا ما راح يتقبل اصلا، بيقعد مكاني يعني، وشيء من حقي انا اجلس في مكان عام، ما تبي انت روح ارجع بيتك يعني. لكن هو الرجال الكبير جاء وطلب يبي خصوصيه يعني اهله وعائلته، يعني اشوفه جدا عادي يعني.